شو صار لك القلب بيفوق أنا تحتاني بالعرس؟ لك الطوق يا خالتي الطوق. أعوذ بالله، لسه بتقلي الطوق الطوق. شو قصته؟ الطوق يلي عطاه العريس لمريم. إيه؟ هو نفس الطوق يلي أنا عندي يا خنطق منطق. يو شو عم تقولي لك بنتي؟ حتى صالحة أختها لمريم لابسة نفسه برقبتها. انتي متأكدة انه الطوق اللي عندك نفس الطوق هداك اللي شفتيه؟ لك متأكدة لكان شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين طوقك هلا؟ بالغرفة. روحي تقبريني هاتي وتعي لهون. أعوذ بالله، شو هالقصة الغريبة العجيبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف شوفي شوفي يا ربي شوفي، هذا الطوق نفسه ذاته، نفس السلسلة ونفس الخرزة. هيول مزبوط يا خالتي مزبوط. شو تفسيره لهذا الحكي خالتي؟ حكي لي مشان الله أحكي. هدي حالك تقبريني وخلينا نفهم شو القصة. مو بإيدي مو بإيدي خالتي مو بإيدي، ما بعرف ليش قلبي عم بيقول لي إنه في شي ورا هالطوق، في سر ورا هاي القصة. مشان الله يا خالتي لازم نعرف. أنت بس هدي لي حالك، استهدي بالرحمة. لو سألين مريم أو صالحة عن قصة هذا الطوق كنا أكيد فهمنا شو في. بس أنت الله يصلحك، ليش شديتيني وطلعتيني عمل وجهي من البيت؟ وحدي الله لك بنتي واستهدي بالرحمة. أنا رح فوت لعند عمك أبو حسان شوي، وأنت روحي غيري لي أواعيكي ورجعي لنقعد مع بعض لنفكر كيف بدنا نحل هاللغز. يلا حبيبتي يلا. شو اللي عم بيصير يا أهل الله؟ شو اللي عم بيصير؟ لك مزبوط طوق مال الشام بيشبه طوق مريم وطوق صالحة خنطق منطق. لك ويلي بحط القعد بالكف، إني حضراني أغلب أعراس الشام وشايفة صيغ الحريم حرمة حرمة وصبية صبية وعروس عروس، بس ما شفت مثل هالطوق تلاتي على مر أيامي وسنيني. يا الله لك شو تفسير هالشي يا محسن؟ معقول تكون مال الشام بتخص مريم وصالحة بقصة أطوار؟ بس اللي بعرفه مال الشام أصلها من حلب. أنا ما عاد فيني أعلمه، ولازم شوف حمزة وإشرح له السيرة لازم. خالتي شو بدنا نعمل؟ حاكم انا لا رح يجيني لا نوم ولا عمت. لك يا بنتي هدي حالك، هالقصه ما بيحلها غير عمك حمزه. عمي حمزه؟ قولي على انتي، ليش عمي حمزه سائل علينا من يوم يوم وتاركنا؟ انا هلا رايحه لاسال عنه معارفه واصحابه، بس انتي اهدي واركني. بوس ايدك لا تطولي. لا يا امي مشوار الطريق روح ارجع، بس انتي تمسكي بالمعوذات لبين ما ارجع. ايه مسكي هذا الطوق. يلا السلام عليكم خالتي. لا تطبلي خالتي. لا يا تقبريني ما رح طول. ابو العباس انا ما عرفت كيف رحت ورجعت، هلا بدك تحكي لي شو؟ لانه انشلشت انا. اسمع شو بدي اقول لك. قول. السيره بدي احكي لك اياها لجنان وحده بوحده، لهيك فتح عقلك معي منيح وعود. احكي لي. يوم اجت البنت مع اخي عباس لعنا، هذاك الوقت كان عمرها سنتين سنتين ونص. هي نفسها اللي طلعنا سالنا عن اهلياتها بحلب. لك ايه. المهم كان في برقبتها طوق غريب عجيب وماله مثيل بكل الشام. ايه كمي.
ومن وقت البنت متعلقة بهذا الطوق وما بتفكه من رقبتها غير غصب عنا. أبو العباس عطيني الزبدة الزبدة. امبارح مال الشام راحت مع خالتي أم حسان على عرس بنته لأبو طالب. أبو طالب الأنواتي ما غيره. ما غيره. إي. قام شافت برقبة العروس طوق مثل الطوق اللي برقبة مال الشام. إيوه. ومن ساعة مال الشام ما شافت هالشوفة البنت جنت وصارت تلخبط. إي وشو يعني؟ وعلى قول خالتي أم حسان ما في بكل الشام طوقين مثل هالطوقين اللي عم نحكي عنه. والمعنى؟ معقول تكون المستورة بنت أبو طالب؟ الله أكبر على هالسيرة. خوش خالتي شكها قلبها وعم تقول لازم يكون في لغز بقصة هالطوقي. إيوة هلأ فهمت ليش إجت لعندي هيك معجوقة وبس بدي أنا أطلع جيبك من حلب. إيه نعم. يا محمد يعني معقول تطلع بنته لأبو طالب؟ لك أنا اللي عم أسألك. يا سيدي عن جد هالسيرة بتحط الأعل بالكف. عارف بقى ليش أنا كل الوقت مشلوش وضايش؟ ومثل ما قلت لي لجنان وحدي بوحدي. إيه. يا ميت اهلا وسهلا بخالتي ام حسان. تفضلي. بالمهله تقبريني. امبارح ما عملت وان شاء الله عقبال ما نفرح فيكي يا حق. الله يسلمك وعقبال ما نفرح بمال الشام. اه؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله. الوالده موجوده؟ ايه طبعا. تفضلي لنعدي لك اياها شرفي. يزيدك شرف يا رب. بالمهلي حبيبتي. شرفي. اهلا وسهلا. مبارك ما عملت وعقبال عن صالحة وطالب يا حق. الله يبارك بعمرك. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. جبتي لنا معك مال الشام؟ غير مرة اختي ام طالب. ان شاء الله الجايات اكثر من الرايحات. يو الله وكيلك يا ام حسان. اول ما شفتها لهالصبية تعبت هيك بقلبي مثل السكرة وبناتي بيموتوا عليها. وانتو كمان اختي ام طالب والله بتنحبوا قشة لفة وبتفوتوا على القلب بلا احم وبلا دستور. هذا من ذوقك تقبريني. صالحة عملي لنا قهوة تقبريني. من عيوني يا ماما. شو هالبنات اللي عندك يا ام طالب؟ ما شاء الله عليهم ويخزي العين. حلاوة وقطافة وزرافة وغير شكل. هذا من ذوقك ولطفك تقبريني. ولا مريم اللي كانت مصمودة مبارح ما شاء الله عليها مثل الاميرات. والله يا ام طالب بيلبق لكم العز والجاه. يخلي لي اياكي ما احلى الحكيات. ان شاء الله بتسلمي لي. بيني وبيني لو انا بذلك لجيب 20 بنت من صنف صالحه ومريم الله يسلمهم. اذا من لب فرنسا كولونيل قده ودلقه طار اعله بخلفتك يا ام طالب. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. إيه ما اختلفنا. الحمد لله على كل شيء. بس والله والله بزمتي وديني كانت مريم وصالحة أحلى بنتين بين الحاضرات كلهم بالعرس. لك تخليك شو بتاكلي لحتى بناتك بهالحلاوة كلها؟ لك إن شاء الله بتقبشيني ما أحلى الحكيات. أنا باكل زبدة وسكر. عن جد فلقتين قمر يخزي العين حولهم وحواليهم. لكن لو كنتي شفتي بنتي الله يرحمها وش السعد شو كنتي بدك تقولي؟ يوه ليش كان عندك بنت وماتت يا أم طالب؟ بيني وبيني لو أنا بذلك لجيب 20 بنت من صنف صالحة ومريم الله يسلمه. إذا من لب فرنسا كولونيل قده ودلقه طار أعله بخلفتك يا أم طالب. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. إيه ما اختلفنا. الحمد لله على كل شيء. بس والله والله بزمتي وديني كانت مريم وصالحة أحلى بنتين بين الحاضرات كلهم بالعرس. لك تخليك شو بتاكلي لحتى بناتك بهالحلاوة كلها؟ لك إن شاء الله بتقبشيني ما أحلى الحكيات. أنا باكل زبدة وسكر. عن جد فلقتين قمر يخزي العين حولهم وحواليهم. لكن لو كنتي شفتي بنتي الله يرحمها وش السعد شو كنتي بدك تقولي؟ يوه ليش كان عندك بنت وماتت يا أم طالب؟ كان عندي بنت بتقول له للقمر قوم لا أقعد محلك. يبعت لي حمى عليها. وشلون ماتت؟ هذا يا ستي بيوم من الأيام طلع أبوها عصاق. عمت لحقته كتير كانت تحبه لأبوها.
ودورنا عليها، قلبنا الدنيا وما كنا نلاقيها. يبعد لي حمى عليها. وبعد شهر زمان خبرونا أنها تقوصت مع الفرنساوية. يه، يعني أنتوا شفتوها بعيونكم لما تقوصت على إيد الفرنساوية أم طالب؟ لا والله يا أختي أم حسان، بس وقتها مختار الشاغور هو اللي خبره لأبو طالب على الحكاية، وما حدا تعرف على جثتها. تقبر قلبي، دفنوها بتربة باب الصغير. يعني أنتوا ما شفتوها بعيونكم لما توفت وصارت الحادثة يا أم طالب؟ لا والله ما شفناها، بس كل شي كان بيقول أنه هالبنت اللي ميتة هي بنتنا. وقديش كان عمر البنت لما توفت؟ يعني بدك تقولي كان عمرها سنتين، سنتين ونص. الله يرحم. تعيشي تعيشي وتترحمي يا أم حسان. لو بتعرفي قديش كان أبو طالب يحبها لهالبنت، كانت الدنيا كلياتها بكم وهي بكم. ايوه ايوه، كان قدومها خير علينا وعلى ابو طالب وعلى الشام كلها. يوم اللي ولدت اجا نصر كبير لرجال ابو طالب. يا عمي اهلا وسهلا بحبك. الله يسلمك حبيبتي. يسلموا ايديك يا حبيبتي. يخزي العين من عيني على الطوق اللي لابستيه برقبتك يا صالحه. هذا من ذوقك خالتي. شكرا. وحسان هذا الطوق بزمانات ابو طالب جابه لوش السعد. ايوه. وكان هذا الطوق من اربع حبات بيشبهوا بعضهم البعض خنطق منطق. ايوه. قمت انا حسيت على البنات انهم غاروا من اختهم. قمت طلبت منه لابو طالب اني انا حط كل حبة بسلسلة علقها برقبة كل بنت. يعني وش السعد اللي انفقدت كانت حاطة برقبتها طوق مثل الطوق اللي حطته صالحة. هي تقبريني كان برقبتها في طوق مثله بيشبه خنطق منطق. الله يرحمه ويرحمه طالب. طمني خالتي، شو صار معك؟ مثل القصص والروايات لك خالتي، مثل القصص والروايات. ابوس ايدك فهميني. على اذنكم احكي لي خالتي. والله يا خالتي اغلب الظن تكون هالبنت بنت ابو طالب. الله اكبر، كيف هيك؟ والله ما بعرف لك خالتي، هذا اللي صار. خلينا نقعدنا بشي مكان لأنه أنا رجلي ما عادوا حملوني من اللي سمعته. شرفي خالتي شرفي. يلا شرفي. صحة وهنا خالتي، صحة وهنا. أبوس إيدك بقى أحكي لي برحمة الغوالي. يا خالتي طلع عند أبو طالب بنت مفقودة من قرابة 13-14-15 سنة. إيه. وكانوا الجماعة مفكرينها ميتة بطوشة مع الفرنساوية. أيوة. شو أيوة لك خالتي؟ باينة مثل عين الشمس، البنت هي مال الشام. شو عرفك؟ من كلام الجماعة عليها. شلون فهميني خالتي؟ فهميني. اللي فهمته يا خالتي انه هن ما شافوا بعيونهم البنت لما ماتت، بس سمعوا بالسمع انه في بنت بعمرها انقتلت على ايدين الفرنساويه. ايه. ومن جهه ثانيه الطوق يلي برقبه البنت بياكد هالشي. شلون خالتي؟ ابوس ايدك احكي لي. متاري يا خالتي الاطواق الثلاثه اللي برقبه البنات كانوا طوق واحد. ايه. والجماعه هن فارطين هالطوق بزماناتهم وعاملين منه ثلاث اطواق. المهم خالتي المهم. وعاطين يا خالتي كل طوق من الطوق لكل بنت من البنات الثلاثة. الله أكبر الله أكبر، معناها البنت عن حقها بنت أبو طالب. اي نعم، البنت بنت أبو طالب.
بس ليش أخي عباس لما جابها للبنت وكانت صغيرة قال إنها بنت تاجر حلبي؟ والله ما بعرف يا خالتي ليش، ما بعرف، بس كل الدلائل بتقول إنه مالي الشام هي بنت أبو طالب، وأنا اليوم اتأكدت من هالشي بنفسي. خالتي أنا اليوم نازل معك على الشام وبتجيبي لي طوقة لمالي الشام. يو شو رح تعمل بالطوقة؟ لازم أقطع الشك باليقين وأتأكد من السيرة بذات نفسي خالتي. لك يا خالتي يا تقبرني، السيرة واضحة مثل عين الشمس، ما بدها كلام. حتى ولو خالتي بدي أتأكد. حلمك شوي لحتى ألقط نفس. بوس إيدك قبل ما تلقطي نفس، احكي لي حاكي من وقت ما رحتي أنا قاعدة على نار. لك يا تقبريني والله بدي أحكي لك كل شيء، بس خليني أقعد شوي لأنه الكلام اللي بدي أقول لك إياه كلام كتير كتير مهم ولازم تعرف. هاتي أنا أكثر شيء بيهمني أعرف شو قصة الطوق. لك بس بدي إياكي تتماسكي وتكبري لي أعلك منيح لما تسمعي. شغلتي بالي خالتي. الله لا يشغلك بالي يا تقبريني، بس بدي صدرك يكون أوسع. يا أمي مشان شو خالتي؟ مشان الكلام اللي بدي إلك يا خالتي. بوس إيدك احكي لي، لا تغبي لي أكثر. مالي الشام أهلين أبو العباس. السلام عليكم. لك أهلين. شلونك عمي؟ لا سلامة. الله يسلمك. لك شو أكل بحلب؟ مظبوط، الليلة الماضية رجعت. طب يا ابن الحلال احكي قول، صار أكثر من مناسبة عنا وتمنينا تكون معنا. صارت هيك على غفلة عمي. حصل خير، شرف. يزيدك شرف. يعلم الله اشتقنا لك. وأنا كمان اشتقت لك عمي. جيب شاي يا سرور. أمرك عمي. خير عمي، شايفك مو على بعضك. مزبوط عمي، أنا ماني على بعضي، وما هو شو أفكارها بتاخدني وأفكارها بتجيبني. شي قول أحكي. عليم الله الويد والروح بيرخصوا لك عمي. تعرف شي عن الطوب؟ منين جبتوا هذا الطوح حمزة؟ عمي بالأول جاوبني، تعرف شي عنه؟ طبعا بعرف عنه، بس يرحم أمواتك منين جبتوا؟ رح أحكي لك كل شي، بس قلي شو علاقتك بالطوق؟ لك هذا طوق المرحومة بنتي لك حمزة. شو اللي بيأكد هالشي؟ اللي بيأكد هالشي الشخص اللي بعني إياه، قال لي ما في مثيل له بالشام، جايبه من الهند والسند لك حمزة. أكيد عمي. أكيد. وكان هذا الحائط 4 حبات. الحرمة عندي بالبيت فرضوا ضوء وعملت 3 أطواء من كل حبة ضوء، والرابعة ضاعت من كم يوم التقيت. إيه. شو إيه لك حمزة؟ قطعت بد هذا المرحومة بنتي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رئيس على عقلي عمي. الله أكبر. حمزة. يرحم أمواتك اللي منين جبتوا هالضوء. شو عم تحكي انت؟ مثل ما سمعتي يا مال الشام. لي على قامتي يا خالتي، انت عرفانة حالك شو عم تقولي؟ بوس ايدك يا خالتي، قولي انه هذا الحكي مزح. بوس ايدك. والله ما عم بمزح، هي الحقيقة يا تقبري قلبي، والله هي الحقيقة. شو هالحكي اللي عم بسمعه خالتي؟ شو هالحكي هاد؟ يعني عباس الجابري ماله أبي، وحمزة ماله عمي، وستي ماله ستي، وانتو مالكم أهلي وأنا ما إلي حدا، وانتو مالكم مخبريني
ولا حدا قايل لي. خالتي انت وعدتيني انه لما تسمعي هالكلام يكون عقلك كبير وتتفهمي. شو صار لك؟ اهدي يرضى عليك يا ربي. شو بدي استوعب؟ كيف بدك يعني افهم وانتم عم تكذبوا علي كل هالسنين؟ والله ما عم نكذب عليكي، والله ما عم نكذب عليكي. انا بحلم ولا بعلم يا ربي؟ انا بحلم ولا بعلم يا ربي؟ قولي ضايع عليكي يا بنتي تهدي. هذا اللي صار واللي صار غصب عنا وعني. غصب عنكم خالتي؟ شلون يعني غصب عنكم؟ كيف قدرتوا تكذبوا علي كل هالسنين؟ لك ليش خبيتوا علي؟ ليش